شيل طحين البيكون على شرح المقاس الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم ومشايخهم المتلمذتين وقراء المصنفتين في الدارين آمين. بفقه السادة الشافعية، وكان المجلس الماضي أول مجلس في كتاب أحكام الجنايات، وهي جمع جناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحا. القتل على ثلاثة أرجل، القتل الشرعي الشريف على ثلاثة أنواع لا رابع له: عمد محض اللي هو يسموه عصابة الإصرار والترصد باللغة المعاصرة، يبقى يسموه عمد محض، يعني مسك آلة تقتل وقصد إنسان، يبقى ده معناه عام. وفي بعد كده عمد محض وهو مصدر عمد وابن ضرب ومعناه القصد، والمقابل خطأ محض. أنا ماسك سكينة كده برميها كده أهو في دخلة واحد خبطت في موضوع خطأ محض، ما كنتش قصدي إن أنا واخد بالك. أو واحد مثلا بيصطاد غزالة وماسك السهم كده بيرمي السهم لقيت الغزالة، الغزالة مشي طلع واحد وراه واقف وراه السهم رجل، خطأ محض. واخد بالك خطأ في الفعل وخطأ في القصد. في الفعل زي ما قلت لك بيرمي الغزالة فرمى إنسان، أو ده خطأ في الفعل. خطأ في القصد ده هو رجليه اتزحلقت وقع على طفل نايم موت، ما كانش يقصد يموت، وده اسمه إيه؟ خطأ محض. زي الوقت اللي بيسوق العربية، بيسوق العربية ماشي فمن لو هو بيضيق السواق ولا يسرع ومش متهور وخبط واحد مات، أو ده خطأ محض. واخد بالك؟ معهوش الرخصة ومش متهور وهو متهور ومعهوش كرديت كافي، يبقى هنا ايه؟ فيه من الخطأ ان هو وهو سايق ما كانش يقصد يقتل لكن غير مؤهل، فصار كأنه متعمد، فنسميه ايه؟ عمد الخطأ. واخد بالك؟ اللي يسموه شبه عمد. فهمت بقى المسألة؟ يبقى عمد محض وخطأ محض. وعمد الخطأ يعني واخد من العمد حاجة واحد من الخطا حاجه. وذكر المصنف تفسير العمد في قوله: فالعمد المحض هو ان يعمد الجاني الى ضربه، اي الشخص بما، اي بشيء يقتل غالبا. وفي بعض النسخ في الغالب: ويقصد الجاني قتله، اي الشخص بذلك الشيء. وحينئذ واحنا قلنا القصد مش شيء من الشر، فيكفي الاله. فيجب القود في الحاله دي، يجب القود يعني القصاص عليه، أي الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف والرجح خلافه، ويشترك لوجود القصاص بنفس القتيل أو قطع أطرافه إسلام أو أمان، فيقدر يعني لازم يبقى اللي قتله إما مؤمن من غير مسلم لكن له عهد مؤمن عشان نقول إن هو يتحمل القصاص، أو إنه يكون مسلم. لكن لو كان حربي وقصر الحربي فقتله لا شيء عليه، فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم. فإن عفي عنه أي عفى المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض، وجب على القاضي دي مغلظة حال احتمال القاضي. اللي هيعفوا هنا بقى الأهل؟ الأهل اللي هم أولياء المقتول. أولياء. في الحالة دي ننتقل من القصاص إلى الدين. ما هو قد يعفو بمقابل وردية، وقد يعفو مطلقا ما فيش. عندنا مخيرين بالثلاث حاجات: إما القصاص ده بالعمد المحض، إما القصاص أو يعفو إلى دين، أو يعفو إلى بلا مقابل مش عايزين حاجة. والدية في الحالة العمد مغلظة حالة إيمان القاتل، القتل يدفعها وكاش دفعة واحدة ومغلظة يعني مثلثة، والتغليظ في الصفة هنقوله معاك. الخطأ المحض بقى هو المقابل للعمد المحض. خطأ المحض أن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه. يبقى الخطأ المحض ما فيهوش قصاص لأنه لا يتعمد، بل يجب عليه دية، ودية مخففة، دية تبقى مخففة على العاقلة مقسطة على ثلاثة سنين
وتكون ايه التخفيف يعني اصفار، عندي بقى يسموها ايه مربعات، يبقى الاولانيه مثلثه والثانيه مربعه، هنعرفها بعدين في الشرح. بل يجب عليه دي مخففه، وسيذكر المصنف بيان تخفيفها على العاقله، وتبقى على العاقله مش على الجانب، والعاقله نخرج الاصول والفروع، يعني نخرج الاب ونخرج ولاده، تبقى على مين؟ على اخواته، على اعمامه، ولاد اعمامه، عيلته يعني. على العاقله مؤجله عليه في 3 سنين، يؤخذ اخر كل سنه منها قدر ثلث ديه كامله. وعلى الغني من العاقله من اصحاب الذهب اخر كل سنه نصف دينار، ومن اصحاب الفضه 6 دراهم كما قاله المتولي وغيره. والمربي العاقله عصبه الجاني الا اصله وفرعه. هنخلص الحته هنا بس، نشوف النوع الخطا الايه المحض، وبعدين بعد كده نبقى ايه نقرا تفاصيل النوع الثاني. بس توليد العاقله حاجه نقراها في ايوه المرحله ان شاء الله. الاحكام دي معطله على ايه؟ ما حدش بيعمل كده دلوقتي. في احكام معطله للاسف، ولما عطلت هذه الاحكام رخص دم المسلمين، بقت الناس تستغفر لبعض على بعض. هو حضرتك انا اذكر ان كان في حادثه مشابهه، الاب كان جه التلفزيون ابنه ما كانش سائق ولا، وخد السياره بتاعت والده وقتل قتل كانوا بيتكلموا بقى على المحصلات دي على ثلاثة. ايوه ما هي دي اسمها دي، هو كانش قادر يجمع، هو كان بياخد من الناس السحب. ما يجوز هنا يجوز السؤال في الحال دي، اجاز الشارع الشحاته في احوال من هذه الحاله دي، ان هو وجب عليه دية وعجز عن الزكاه، وهي المطلوب مش على الاب ولا على الابن، دي على العاقله العيله بتاعته. طب ليه مش على الاب؟ هنشوف الوقت. لان اولا الاب لا يؤخذ بجريره ابنه، يعني لدرجه ان الاب نفسه لو قتل ابنه لا قصاص كمان، واخد بالك؟ هنقرا التفاصيل وجهه نظرش. هنشوف هنا بيقول ايه الشيخ البيجوري على كلمه والخطا المحض، احنا وقفنا عليه. وهو لا يوصف بحل ولا حرمه، يعني الخطا ده فعل الخطا ده لا نقول عليه حلال ولا نقول عليه حرام، ده مهمل، الشرع اهمله، يعني لا حكم له، فليس بحلال ولا حرام، لانه من قبيل فعل الغافل كفعل البهيمه والمجنون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفع عن امتي الخطا والنسيان والسكر عليه، مش كده برضه؟ وقول ان يرمي الى شيء الى اخره، اقتصر المصنف لتصوير الخطا على ما اذا قصد الفعل دون الشخص، ومثله اذا لم يقصد الفعل اصلا، كان زلقت رجله فوقع على غيره فمات كما مر، ولعل المصنف اتكل على كون ذلك يفهم بالاولى. قوله كصيد اي او شجره، او يرمي الى زيد فيصيب عمرا، يعني افرض ان هو قاصد يقتل زيد فطلع عمرو جنب زيد فالخبطه جت في عمرو فقتل عمرو، يبقى قتل عمرو خطا، لكن لو قتل زيد كان يبقى عمرو. فهمت ازاي؟ او او يرمي الى زيد فيصيب عمرا كما مر. قوله فيصيب رجلا اي مثلا، ولو قال فيصيب انسانا لكان اعم احسن، عشان ياخذ عاطفه امراه انسان وخطأ. والمدار على ان يصيب الشخص غير المقصود به جنايه. قوله فيقتله اي بتلك الاصابه، فلا قود عليه، القود اللي هو القصاص، مره يقول فلا قصاص ومره يقول فلا قود، يعني بينوع العباره لبيان ان القود هو القصاص، القود هو القصاص بمعنى واحد، اي لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اهله، لان ظاهره نفي القود لانه لم يتعرض له، اي الرامي، فالضمير عائد على الرامي المفهوم من قوله ان يرمي،
بل يجب علي لي مخففة إبرام انتقالي عن نفي القول إلى وجوب الدية للآية المذكورة. قوله وسيذكر المصنف بيان تخفيفها أي في فصل الدية، وبقوله والمخففة 100 من الإبل 20 جذعا، يعني سنهم صغير جذعا، وعشرون حقة سن أكبر شوية، وعشرون بنت لبون أصغر، وعشرون بنت مخاض أصغر، وعشرون ابن لبون، يعني كأنها هنا تبقى عشرون 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 عشرون، تبقى مخمسة لأنه خمسوه في الصفات. فالمراد بالتخفيف الآتي في التلاني كونها مخمسة. قوله على العاقلة فهي مخففة من ثلاثة أوجه، إنما كانت على العاقلة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة على عاقلة الجاني، وفيهما أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحذف، حذفت ولا خذفت؟ فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلته، يعني مثقل، معنى إيه إن القتل العمد يبقى إيه؟ بمثقل أو محدد، مثقل يعني شيء ثقيل أو شيء محدد، يقطع، محدد زي إيه؟ أي شيء يقطع زي السيف وزي السكين وزي أي حاجة تثقب، ده اسمه إيه؟ إنما مثلا واحد ماسك كرباته بيضرب، ده ما يقتلش، الكرباته ده ما يقتلش، يقلب بس. طب افرض واحد قلبه ضعيف خد له ضربتين كرباج مات، او ده يبقى ايه؟ شبه عام، شبه عام، ليه؟ لان الالم ما تقتلش، تمام، تحت الالم بقى تحت، يسموه شبه عام رئيس عام. فهنا بيجيب لك قصه ايه؟ القصه اللي رواها الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدية على عاقلة الجاني، وفيهما ان امرأتين اقتتلتا فحذفت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو ان الحجر هنا كان حجر صغير مش حجر كبير يقتل، فالنبي اعتبر انها قتل فقط، لان الحجر غالبا ما يقتلش اذا كان حجر صغير الا لو كان صخره كبيره. معلش موتتها وكانت حامل كمان، قال ده موت التوحيد، فالنبي قضى بالدية على العاقله وغره عن الجنين، واخد بالك؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غره، والغره عبد او امن، ربع عشر الدية اللي هي تقدر بربع عشر الدية. احنا قايلين الدية 100 عشرها يبقى كام؟ 10، ربع ال 10 كام؟ 2 ونص، يبقى جبلين ونص. شوف دي ربع عشر الدية، مش كده برضه؟ أو أظن نصف عشر الدية تبقى 5 جنيه، نصف عشر، هنيجي نراجع على أي حال قبل إيه لما يجي وقت. لكن كانت الغرة هي تجيب لها عبد صغير أو أمة مكان جنينها، لأن الجنين ده كان هيبقى مولود يتولد ويخدم أمه، فطالما أنت حرمتها من جنينها هتلاقي حد يخدمه بدال، فكان يجيب لها بدال وعبد أو أمة عشان يخدمه. واضح؟ غرة يعني صغير السن؟ غرة عبد أو أمة يسموها غرة. وقضى بدية امرأة على عاقلته، المرأة على عاقلته، والمرأة بقى اللي ماتت على العاقلة مؤجلة عليهم، أي لأنهم يحملونها على سبيل المواساة، العاقلة هتشيلها على سبيل المواساة، يبقى ما تغلصت عليهم بقى خليها مقسطة عليهم عشان يعرفوا يسددوا، على سبيل المواساة والإحسان للجاني. فناسب أن الشرع يخفف عليهم كونها مؤجلة عليهم، وابتداء أجل دية النفس من الزهوق، وأجل دية غيرها كقطع يد من ابتداء جناية، جهة دية النفس من القتل من الموت، يعني من ظروف الروح، يعني في ضربه فراح المستشفى لسه في الروح، قعدوا يعملوا له عملية شهر وقعد حالته تسوء، وبعدين مات بعد شهر، تبتدي دية بعد شهر مش مجرد الجناية من عند ظروف الروح، بخلاف لو قطع ايده تبدأ الدية من وقت القتل، مش نستنى ما تخف، فهمتني؟ من وقت الجناية يعني. وابتداء أجل دية النفس من الزهوق، يعني الخروج الروحي يعني.
وأجل دي غيرها كقطع يد من ابتداء البناية الوقف البناية، لكن لا يؤخذ قرشه إلا بعد الاندمان. قوله في ثلاث، الاندمان يعني إيه؟ يعني التئام الجرح، التئام. قوله في 3 سنين أي بالإجماع كما حكى الإمام الشافعي وغيره، وهذا قاهر إن كان المقتول كاملا بحرية وذكورة وإسلام. فإن كان المقتول رقيقا أخذ في آخر كل سنة من قيمته قدر ثلث دية، وإن كان أنثى أخذ في أول سنة قدر ثلث دية رجل، وفي السنة الثانية ما بقي. وأما الكافر فلا تزيد ديته على سنة، فتؤخذ في آخرها، لأن أصل دية الكافر ثلث، لأنها ثلث أو أقل. والقروش والحكومات ووالي الأطراف كالدية، فيأخذ بكل سنة قدر ثلث دية كاملة. ولو قتل رجلين ففي 3 سنين يؤخذ في آخر كل سنة ثلثان، ثلث لهذا وثلث لهذا، لأن الوالد ديتان. ومحل قول الشارع يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة إذا كان الواجب دية واحدة. إحنا هنلم من أسرته كل واحد يدفع نصف دينار، واخد بالك، في آخر كل سنة من كل واحد من أسرته. لحنا نجمع، لقينا اللي جمعناه من عيلته تلت دية يبقى كويس، أقل من تلت دية وهم ما يقدروش يدفعوا أكتر من كده بيت المال يسدد. فهمت؟ وعلى الغني من العاقلة، ايه هو الغني بقى؟ يقول لك وعلى الغني من العاقلة. طب مين الغني؟ في عرف الشرع، عشان اقول لك فلان ده غني في عرف الشرع. احنا دلوقتي الناس العوام يقول لك الغني اللي عنده شقة ساكن فيها وعنده عربية، واخد بالك ازاي؟ وماشي كده كويس، حتى العربية عليها اقساط مسكنة لا تتبرر ابدا، الناس يقول لك ده عنده عربية، فانت اللي هو يمكن مديون والديون ركبان. فاهم؟ لكن الشرع مش كده، يعني حكم الشرع في تحديد الغنى والفقر في بقى نظام تاني مختلف، علشان تاخد بالك منه، لان احنا اتكلمنا فيه في ابواب الزكاة لو انتم فاكرين هي الزكاة. فبيقول وهو الغني، يعني وهو من يملك زيادة على ما يكفي العمر الغالب له ولمونه 20 دينار، دينارا فأكثر اعتبارا بالزكاة. الزكاة تبدأ ب20 دينار، والزكاة على الغنى. يوم نعرف فلان ده غني ازاي؟ نشوف عمره كم سنه ده؟ يقول لك عنده 40 سنه. غالب عمر المسلمين كام؟ 63، لان النبي قال كده غالب عمر امتي 63، قليل اللي بيعرف، خلينا في 63. فاضل له كم سنه من 40 ل 63 يعيش 23 سنه؟ بيحتاج مصاريف كم كل شهر؟ يقول لك بيحتاج 5000 جنيه في الشهر، علشان هو عايش بيصرف على اولاده وعلى امه المريضه وكده، فعايزه 5000 جنيه في الشهر. كويس، 5000 12 شهر كام؟ 60000، 23 سنة يطلع محتاج 1.5 مليون. طيب ما عدا 1.5 مليون مثلا، يعني ايه 1,500,000 علشان يكفوه بقية عمره بما ينفق عليه. لو معاه دول بس ومعهوش زيادة عنهم لسه فقير، لأنه مش واجب عليه الزكاة. لازم بقى ما يزيد عليهم بقدر 20 دينار، 20 دينار يعني كام؟ حوالي الدينار 4.25 جرام ده، 85 جرام ده، يعني 20 دينار يطلع 85 جرام ده، 85 جرام ده، جرام ده دلوقتي 300، يعني يطلع بتاع كمان عنده 30,000 جنيه زيادة فوق 1.5 مليون. يبقى ده غني، تعالى بقى، هو ده اللي غني، فاهم؟ فخد بالك من الحكاية. ايوه، ما هو علشان كده في نوع من الاغنياء من الناس يؤدي الزكاه وياخد زكاه. يعني لو هو عنده 30,000 جنيه في البنك وحال عليهم الحول وجب عليه الزكاه، لكن هو محتاج عشان يبقى غني ملايين عشان يعيش. اذا كان طالب لسه صغير هيدرس وعايز يتجوز في الشقه، يقعد يحسب ده كل حاجه يبقى عنده 63 سنه. فهمت ازاي؟ فده عايز 2 3 مليون جنيه علشان يعرف يعيش، لكن هو عنده 30,000 يطلع زكاة وياخد زكاة. فهمت ازاي؟ يطلع زكاة دي وياخد هو زكاة، لأنه مش غني فقير. فهمت بقى المسألة؟ قلنا الكلام ده يعني في إيه؟ في تفاصيل أبواب الزكاة، يعني بالمفهوم ده ممكن يبقى رئيس الجمهورية
يطلع الزكاه وياخد، ممكن يبقى وزير يطلع الزكاه وياخد زكاه لانه مش غني. فهمتني بقى المساله؟ دي عمليه مش هتخسر. لا ما هو لو في، طبعا لو في بيت مال المسلمين وبيجمعوا الزكاه من اموال اصحاب المليارات واصحاب الملايين واموال البترول، جمعت الزكاه هتلاقي عندنا اموال يعني متلتله، ساعتها بقى تقدر تنفذ مثل هذه الاحكام وهتخرج الفقير من الفقر. اصل تصور انت لما الاقي مثلا شاب في مقتبل عمره ما عندوش المبلغ اللي يكفيه بقيه عمره، يجي بيت مال المسلمين يعمل له دراسه ويقول له اه لا ده محتاج 2 مليون، طب تعالى خد شيك ب 2 مليون حوله لغني. فهمتني ازاي؟ يعني هو في الحال تحول الى غني، تاني سنه هيطلع زكاه وما ياخدش زكاه، تاني سنه هيطلع زكاه ومش هياخد زكاه. فهمت بقى المساله؟ عشان كده لما عملوا كده ايام عمر بن عبد العزيز بعد 3 سنين بقوا يدوروا على فقير مش لاقيه، فقالوا طب اللي عايز يتجوز يجي نجوزه، مفيش. طب اللي عليه دين ويجي يسدد دينه، مفيش، لان كله خلاص. فلو عملوا كده هنرجع تاني، لكن احنا ما بنعملش. فلوس البترول مرميه عند الاجانب بيستفيدوا بيها ومسيطر عليها وحساباتها شويه امراء للبترول معدودين على الاصابع وسايبين المسلمين فقراء. فهي دي المشكله اللي احنا واقعين. وبعدين قعد الاخوان يقول لك الاسلام هو الحل، الاسلام هو الحل، ما عملناش اي حل. حل وسطنا. اه دي الحقيقه. عارف لو اول مشروع تبنوه اول ما يجي يقول لك انشاء بيت مال المسلمين وضبط ايه اموال الزكاه ويعمل وزاره يسموها وزاره الزكاه، كانوا فعلا يقول اه ده عايزين يخشوا في المجتمع بقى دخله جديده ويحصل اموال زكاه من اموال قناه السويس واموال زكاه مش عارف منين واموال زكاه من كل مناجم الذهب واموال زكاه من كل البترول اللي بيطلع، ياخد نسب 2.5% 2.5% حط هنا حط هنا، ويعمل حصر لاموال اصحاب المليارات وياخد منهم، كل واحد عنده مليار ياخد منه 20 مليون جنيه كل سنه. هتبص تلاقي عندك وزاره الزكاه دي فيها اموال قد كده يروح موزعها على فقراء مصر. لو كانوا عملوا كده كان حسيت، لا اللي هم جايين بيصطدموا بالقضاء ويصطدموا مش عارف مين ويصطدموا خلاص. فما بيعملوش للاسف. فقرا زادت عددهم. ها؟ وبعدين بيديروا البلد بنفس طريقه اداره البلد القديمه اللي هي اصلا الناس طارت عليها. فدي ازمه. لو كانوا بيقعدوا نفس البيبولي ده وهم شباب صغيرين كان يبقى في ذهنه فكره لما يجي يتولى الحكم يعملها ينفذها، لكن هم برضه مين اللي علمهم الدين؟ ده هم كانوا بيقعدوا مع بعض شويه شباب يقروا مع بعض كتاب ويروحوا، اهو ده اللي بيحصل، مالهمش شيخ لم يحضروا. دي الحقيقه، ليس لهم اساليب في علوم الدين وليس لهم مشايخ علموهم، ده كانوا عباره عن شويه شباب يتلموا مع بعض ويقروا كتاب ابو بكر الجزائري عقيده المسلم، يقروا فقه السنه للسيد ثابت، كل واحد يقرا له فقره ويشرحها وكانهم مروحين ويقول لك احنا بقينا اخوان ومسلمين. وهم لا فاهمين حاجه وما فهموش حاجه للاسف. احنا ما شفناهم بيتربوا ازاي. معلش كده ليس في ذهنهم فكره واضحه، يعني هو بيقول امال عريضه لكن ما عندوش فكره واضحه للوصول لهذه الامال. في المساله هذه الازمه. فنرجع للكتاب. فالغني هو من يملك زيادة على ما يكفي العمر الغالب له ولمؤنة ولممونه واللي بيصرف عليه كمان. ده احنا لما حسبناه ليه هو بس، لا ونشوف كمان ده بيصرف على مين تاني، وكل واحد من ولاده دول محتاج قد ايه، وجمع ايه محتاج له 5 مليون جنيه، ما عندوش 5 مليون جنيه يبقى ده فقير. ده يحتاج ده يتدون اسمه هناك في بيت مال المسلمين ويجي تاني سنة ياخد له شيك بمليون، السنة اللي بعدها بمليون، 5 سنين تاخد كل سنة مليون، بعد كده ما اشوفش وش. هتبص تلاقي في خلال 5 سنين خلصنا فقراء مصر. دي الحقيقة. إنما مش نضحك على بعض بالزكاة وندي كل واحد 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه، طب ما هياخد ال 10 جنيه يبقى شيبسي ويفضل فقير برضه. ما ده اللي هيحصل. فعمر ما الفقير هيتنقل للغنى. المهم لازم يبقى فوق نفقة العمر الباقي ده 20 دينار، فأكثر 20 دينار قلنا حوالي 85 جرام ده هي 21 اعتبارا بالزكاة، فإن ال 20 دينار فأكثر نصاب تجب فيه الزكاة، فإن ملك زيادة على ذلك أقل من 20 دينارا أو فوق ربع دينار فهو متوسط وعليه ربع دينار إن كان من أصحاب الذهب. طب هو عنده 15 دينار
مش 20 دينار، وعنده نفقة العمر الغالي زائد 20، يبقى ده متوسط الحاجة، ده مش غالي، ده متوسط. إن كان من أصحاب الذهب وثلاثة دراهم إن كان من أصحاب الفضة، وإن لم يملك ذلك فهو فقير فلا يعقل شيئا. يبقى ده حتى لما يعمل قتل خطأ معلوش عقل، العقل على الحاكم بقى. طيب، لأن شروط من يعقل خمسة: الذكورة والحرية والتكليف واتفاق الدين وعدم الفقر. هذه شروط العقل، خد بالك، الذكورة والحرية والتكليف واتفاق الدين وعدم الفقر. فلا تعقل امرأة ولا أنثى إلا إن كان ذكرا فيغرم حصته. يعني العاقلة الذكور هم اللي بيغرموا، الذكور بس، النساء العاقلة ما بيدفعوش حاجة. طيب، ولازم اللي هيدفع من العاقلة لازم يبقى حر مسلم مكلف، يعني خرج المنون، خرج الصبي، واخد بالك، واتفاق الدين، ولازم كمان عاقلة المسلمين. فاهم؟ افرض هو اسلم وبقيت اسرته كفار، مالوش عاقل، يبقى كمان اتفاق الدين وعدم الفقر. وعدم الفقر بالقياس اللي احنا قلناه قبل كده. فلا تعقل امراه ولا خنثى الا ان بان ذكرا. يعني لو الخنثى بان ذكر معلش يعقل، فيغرم حصته التي اداها غيره. ولا رقيق، ما يعقل، ما برضه ايه الرقيق، ما يعقلش، ولو مكاتبا ومباعضا، ولا صبي ومجنون، ولا مسلم عن كافر، وعكسه، ولا كافر عن مسلم. ويعقل يهودي عن نصراني، لان مذهب الشافعي ان كل الكفار ملة واحدة، بخلاف الاحناف. الاحناف عندهم الكفر ملل متعدد، فعند الاحناف النصراني ما يقاس اليهودي كويس، لان ملتين. ده عند الاحناف. الشافعيه لا، يورثوا بعض، كل الكفر من الله واحد. اليهودي يورث البوذي، والبوذي يورث المسيح، كلهم كفار، مالناش دعوه. هل الذمي وغير الذمي مفيش فرق؟ لا، احنا بنتكلم حتى الذمي برضه، افرض هو ذمي لكن ايه؟ يعني لكنه قرايبه مسلمين، فواحد من قرايبه المسلمين قتل خطا، هو مش هيعقل عنه لانه ده مش مسلم. بس هتفق الساده الشافعيه، هل تصنيف الكفار حتى ما ياخدش اهل كتاب غير اهل كتاب؟ ده بالارث. بالارث. يعني اختلاف الدين، احنا عندنا اختلاف الدين مانع من موانع الارث. طب يعني مسلم وغير مسلم، طب غير المسلم كمان ديانات مختلفه ولا كله مله واحده؟ الشافعي قال لك كله كفار مله واحده، يتوارثوا مع بعض. فاهم؟ لكن الاحناف قال لك لا. فاليهودي ما يورث المسيحي، والمسيحي ما يورث البوذي، وهكذا. ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه، والنصراني عن يهودي يعني، وعكسه كالارث. فهمت بقى؟ ده مذهب الشافعيه، لو بتقرا كتب الاحناف هتلاقي الكلام مش كده ماشي. ولا فقير ولو كسوبا، ولا فقير يعقل ولو كسوبا، يعني ايده صنع، هو ما عندوش صحيح ملايين في الانصره بتاعته، لكن هو كل يوم بيخرج يشتغل بيكسب له في اليوم 500 جنيه. بإيده صنع، لكن تدور على رصيده في البنك المحلي يبقى اسمه فقير كسوب، ده ما يعقلش. فهمت ازاي؟ فقير كسوب يعني كسيب بلغه المصري، قال فلان كسيب، يبقى ده برضه فقير. ولا كسوبا، ومن مات من العاقله في اثناء سنه سقط من واجب تلك السنه. افرض ان عمه اللي بيدفع عن القسط مات، خلاص مش هناخدها من الورثه. فاهم؟ خلاص سقط عندك. الغني بقى اللي من العقلة يدفع ايه؟ نصف دينار كل سنة. فهمت بقى؟ نصف دينار كل سنة. فجملة ما يؤخذ منه في الثلاث سنين ثلاثة أنصاف دينار، بدينار ونص. يعني كأنه هيدفع حوالي، أما يدفع نصف دينار، احنا قلنا الدينار بحوالي 1500 جنيه مثلا، نفترض إن الدينار ب 1500. أول 2000 زي ما يدفع، خلاص يبقى هيدفع 1000 جنيه كل سنة 3 سنين. وقول ومن أصحاب الفضة 6 دراهم، لأن الدينار من الذهب تفكه ب 12 درهم، الدينار من الذهب تفكه 12 درهم،
من الفضة. فالذي يقابل نصف الدينار 6 دراهم، والذي يقابل ربع الدينار 3 دراهم، كما تقدم التنبيه عليه في المتوسط، كما قاله المتولي أي الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون نيسابور المتولي صاحب التتمة، ولد بنيسابور ومات ببغداد. والمراد بالعاقلة مين بقى؟ العاقلة عصبة الجاني أي المتعصبون بأنفسهم، يقدم الأقرب فالأقرب، فيقدم الأخوة لأبويه، الأخوة الأشقاء الذكور الأول والأخوة الأب. ثم بنوهم وبعدين أبناء الأخوة الأشقاء وبعدين أبناء الأخوة الأب. وإن سبوا ثم الأعمام لأبوين، الأعمام الأشقاء وبعدين الأعمام لأب ثم لأب. ثم بنو بنوهم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام غير الأشقاء. ثم معتق الجاني، افرض إن هو كان عنده عبد وأعتقه، والعبد ده صار بينه وبينه سبيل ولاء، فيبقى المعتق ده يدفع كمان تبع العقيل يدفع. ثم معتق الجاني الذكر، لازم المعتق الذكر، لكن افرض إن أنا أعتقت أمل فالأنثى ما بتعقلش ما تدفعش، فهمت إزاي؟ ثم معتق الجاني الذكر. ثم عصبته لا أصل، ثم عصبته إلا أصله وفرع. عصبة المعتق، عصبة المعتق الذكر لا أصل ولا فرع، كأصل الجاني وفرع. ثم معتق المعتق، افرض إن أنا الولد اللي عتقته ده بقى راجل محترم كده ما شاء الله، وبيني وبينه ولاء عبد، أم اشترى عبد وأعتقه فبقى معتق المعتق، فهمت ازاي؟ برضه ده يخش ايه؟ ثم معتق المعتق. معتق ولا معتق؟ معتق اللي اعتق، اللي اعتق، انما الواقع للعتق يسموه معتق. انا قصدي الجاني هنا ايه ولا يعني؟ ثم معتق الجاني. معتق. ثم معتق المعتق. او ثم ايه؟ معتق المعتق. ثم عصبته إلا الأصل والفرع كما مر. ثم معتق أبي الجاني، أبو الجاني يعني إيه؟ اللي قتل أبوه، أبوه ده عنده عبيد أعتقه فده معتق أبي الجاني. الأصل نفسه ما طلعش كمعتق. أيوة كمعتق. ثم عصبته إلا الأصل والفرع وهكذا أبدا، ولا يعقل عتيق عن معتق كما لا يرثه، فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل ذوي الأرحام. ذوي الأرحام اللي هم بقى الأقارب من جهة الأم ده، يعني هو ملوش قرايب من جهة الأب لكن في أخوال أغنياء يبقى ذوي الأرحام، إن لم ينتظم في حالة إيه؟ إن لم ينتظم أمر بيت المال، لو ما فيش أمر بيت مال، لكن لو في بيت مال ينتقل بيت المال. وإن انتظم عقل فيؤخذ منه قدر الواجب، فإن لم يكن بيت المال فكل الواجب على الجاني. طب افرض ما فيش بيت مال ولا ليه قرايب، يبقى الجاني بقى اللي يدفع خلاص ملوش عقله، فكل الواجب على الجاني بناء على أن الدية تجب عليه ابتداء ثم تحمل على العقلة وهو الأصح. وخرج بقوله الذكر اللي هو ثم معتق الجاني الذكر المرأة المعتقة، فعتيقها يعقله عاقلتها، والمعتقون كالمعتق الواحد، ويوزع الواجب عليهم بقدر ملكهم لا بعدد رؤوسهم. يعني كل واحد ده يدفع، ده غني هيدفع نصف دينار، ده فقير هيدفع ربع دينار، ده يعني كل واحد على حسب ظروفه مش هتبقى بالتساوي، لا بعدد رؤوسهم. وكل واحد من عصبة كل معتق يحمل مكان يحمله ذلك المعتق. والحاصل أن المقدم كالإخوة لأبوين يؤخذ من كل غني منهم نصف دينار، ومن كل متوسط منهم ربع دينار، ده الفقير خلاص مش هيدفع، ويشترى بما أخذ منهم قدر الواجب وهو ثلث الدية، فإن لم يفي به انتقل إلى من بعدهم مرتبة بعد مرتبة حتى يفي المأخوذ بقدر الثلث، وإن زاد المأخوذ على قدر الواجب نقص منه بالقسط، لا أصله إلا أصله وفرعه.
إلا أصل الجاني وفرع. أصل الجاني اللي هو الآباء والأب إيه وإن علم الآباء والأجداد ده الأصل، والفروع اللي هي الأبناء وإن سفلوا الأبناء والأحفاد. فأصول الجاني وفروع لا يعقلون، لا يعقلون يعني يدفعوا العقل، إيه العقل دي يعني ما تذكرش لا يعقلون يعني مجانين، لا يعقلون يعني مكلف العقل، العقل اليدي، لأنهم أبعاد. فكما لا يحمل الجاني لا تحمل أبعاده، لأنه خد بالك إن أبويا أنا بعض أبي وأبنائي بعضي، وأنا لا أتحمل الدية، فيبقى كذلك أبعادي لا تتحمل الدية، فهمت بقى؟ وكذلك أصول كل معتق وفروع قياسا على أصول الجاني وفروع كما تقدم التنبيه عليه. كده خلصنا التفاصيل المتعلقة بالخطأ الإيه؟ المحض. هنيجي بعد كده لعمد الخطأ، أي المركب من شائبة العمد ومن شائبة الخطأ، وهو المسمى بشبه العمد. يسموه إيه بقى؟ شبه العمد. هنعرف الهامش بيقول إيه؟ وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، كأن ضربه بعصا خفيفة فيموت المضروب فلا قود عليه، بل تجد دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. خد بالك ان شبه العمد في جزء من الخطأ وجزء من العمد، فعشان هو جزء من العمد تبقى الدية مغلظة، وعشان في جزء من الخطأ تبقى مقسطة على 3 سنين. فهمت ازاي؟ مؤجلة في 3 سنين. وسيذكر المصنف بيان تغليظ، شوف بقى ايه كلام الشيخ البيقولي في الجزء ده. بيقول وعنده خطأ أي مركب من شائبة العمد ومن شائبة الخطأ، وهو مسمى بشبه العمد، أن يقصد ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما لا يقتل غالبا، أي بل يقتل نادرا بحيث يكون سببا في القتل وينسب القتل إليه عادة، لا نحو قلم مما لا ينسب إليه القتل عادة. يعني مش مقول واحد يضربه بإيده بقلم يديله بقلم يقول لك مات، مات بالقلم، والقلم ده بالموت، هو انه صدره قلبه ضعيف ما تحملش الالم فمات، لكن هو الالم ده حد ذاته ما يموتش. فهمت بقى؟ مما لا ينسب اليه القتل عاده، لان ذلك مصادفه قدر، يعني جت القدر قدره صادف الفعل ده اللي هو لا يقتل، فلا شيء فيه لا قود ولا دية ولا غيره، كان ضربه بعصا خفيفة أو أي أو بصوت أو نحو. فإذا قال الفراء أول لحن سمع بالعراق، أول لحن سمع بالعراق يعني خطأ لغوي، هذه عصاتي وصواب عصاي، كما في قول تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي مش عصاتي، فيموت المضروب أي بسبب ذلك الضرب كما أفادته الفعل. وقول فلا قود عليه أي أن الآلة لا تقتل غالبا، يبقى ده ما فيهوش قصاص، شبه العمد ما فيهوش قصاص، لكن هيبقى فيه دية فيها من التغليظ الصفة وفيها من التخفيف التقصير. واضح؟ بل تجد دية مغلظة أي بالتثليث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفة في بطونها أولادها، يعني من ضمنهم 40 ناقة يعني جمل أنثى حامل أوامر، ودول مغاليين أدي التغليظ على العاقلة مؤجلة في 3 سنين، أي كما في دية الخطأ فهي مغلظة من وجه مخففة من وجهين، الوجهين اللي فيه التخفيف انها العاقلة ومقصرة، والتغليظ الصفر. فاهم؟ والمعنى في ذلك ان شبه العمد تردد بين العمد والخطأ، فأعطي حكم العمد من جهة تغليظ الدية بكونها مثلثة، وحكم الخطأ من جهة كونها على العاقلة مؤجلة عليه في 3 سنين. وسيذكر المصنف بيان تغليظ أي في فصل الدية بقوله والمغلظة إلى آخر عبارته وقد سبق ذكره. قوله ثم شرح المصنف
يعني هنخش بقى ايه في شرائط وجوب القصاص بعد الاذان ان شاء الله، نقرا فيه حاجه بسيطه. يلا هم اذان طيب فاضل ليه؟ لا دخل العشاء على مذهب الشافعيه من تلت ساعه. الشافعية بغياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، لكن الأحلام بغياب الشفق الأبيض وده بيبقى بعدها في النساء. يلا وإحنا مين؟ الشافعية الأحمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في العمد الخطأ لم يتحمل الجاني جزء من الدية أو من العقاب أو من القاض أو من أي حاجة مقابل قصد في القتل، لأنه لا يقصد. بس برضه في جزء هو لا لم يقصد. لا هو قصد إن لا لا ما بقاش عمد خطأ، هو لم يقصد. دليل الآلة اللي استعملها ما كانتش قتل، ده كان يقصد إيذائه فقط تأديبه ولا يقصد قتل. فلعدم وجود القصد، وده عرفناه منين؟ عدم وجود القصد لانه لا يقصد بالآلة. خدت بالك ازاي؟ ده يبقى خلاص يبقى ما يقصدش. إلا لو عجز في العاقلة. لا لو عجز في العاقلة هيرجع عليه. فعجز هو يرجع لبيت مال المسلمين. يعني مفيش بيت مال المسلمين، المسلمين الأغنياء يتحملوا. لا القصد مش برضه ما يكونش في جزء من العقاب مقابل الجزء النص اللي خد بالك ان العقوبه بتاعته عقوبه ادبيه، يعني ايه؟ يعني هيلام من العاقله. يعني العاقله هتقول له انت مغرمنا ومن يوم ما جيت واحنا مش شايفين منك خير ويأتتوه، يعني هتبقى عقوبه ادبيه.
يبقى يعيش طول عمره مكسوف من اسرته، مش عارف يرفع دماغه في اسرته، ويقول لك ده نحس عليا، كل ما يروح مشوار يغلطني، فهمت ازاي؟ فهيبقى في عقوبه ادبيه. خلينا نشوف بس هنا ايه شرائط وجوب القصاص. ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من القصاص الآخر أي تتبعي، لأن المبني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها. فقال: فصل. وشرائط وجوب القصاص في القتل أربعة، وفي بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص أربعة. الأول إحنا قلنا إن في قصاص وفي دية وفي عفو كامل، مش كده؟ طب القصاص ده يعني القاتل يقتل، طب أي قاتل يقتل؟ لو في العيل صغير قتل، هل العيال الصغير ده يجيبه يقتله؟ ولا ده غير مسؤول عن افعاله؟ طب افرض مجنون وقتل، فهم؟ وهكذا. يبقى لازم اشوف انا شروط من يؤخذ منه القصاص. طب لو عمل كده وما تتوفرش الشروط دي يبقى مفيش قصاص، في ديه بقى. ننتقل للديه، فهم؟ يعني افرض صبي قتل انسانا، يبقى مش حقه للصبي. طب ايه البديل؟ ندفع الديه، العاقله تدفع الديه. أو يبقى بمال الصبي إن كان عمدا. الصبي ده لو كان غني ناخد الدية من ماله. فهمت إزاي؟ وهكذا. يبقى هنشوف هنا الشروط اللي هي إمتى نقول نعمل قصاص. أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي، ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون إلا أن تقطع جنون فيقتص منه زمن إذا قتل. يعني هو طبعا العباره هنا فيها اشتباه شبهه، يعني يقصد ايه؟ لو واحد جنونه متقطع بيجي كل ربيع مجنون، كل فصل ربيع مجنون، بقيه فصول السنه حلوه سيزونال، في جنون كده يقول لك شعر تروح كل ساعه تيجي وساعه تروح، ده نوع من الجنون فعلا كده، لانه متعلق بفصول السنه. افرض ان هذا الانسان قتل في حال فاقته، يقتص منه ولو كان في حال جنون، لان العبره بوقت الجنايه، هو كان فايق ولا مش فايق، مش بوقت القصاص. فهمت المساله؟ يعني العبره بفعل، لكن افرض ان هو قتل وقت جنونه فلا يقاد منه اصلا ولو وقت افاقته، لان العبره حاله ايه ساعه الجنايه. فلو كان حاله يعني عاقل وقت الجنايه يقتص منه ولو كان وقت القصاص فهو في حالة الجنون. فهمت بقى؟ يبقى العبرة بحال فعل الجناية. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعدد في شربه. ويجب برضه القصاص على واحد ايه؟ فعل الجريمة وهو سكران متعدد سكري. يجب عليه القصاص بالرغم ان هو زال عقله. بس زال عقله بطريقة محرمة. لان لو ما عملناش كده كل واحد عايز يقتل ويهرب من القصاص يشرب له كاسين خمره ويقول لك انا كنت سكران. طب تعالى بقى هتقتص منك حتى لو كنت سكران، لان انت عندك. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه، فخرج من لم يتعد لان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. والثالث الا يكون القاتل والد للمقتول كمان، لان ما ينفعش ان انا اقتل الاب بسبب قتله ابني. فهمتني ازاي؟ ما ينفعش. فلا قصاص على والد بقتل والد. ليه؟ لان عندي شبهه التاديب، شبهه انه يقصد تاديبه، وشبهه انه هو شبوه بابني ما يقتلوش. والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الحدود بالشبهات. فهمتني بقى ازاي؟ فانا عندي شبهتين ان الاب لو قتل ابنه، عندي شبهتين تمنعني ان انا اقيم عليه الحد. القتل شبهة انه يقصد تأديبه ولا يقصد القضاء عليه، لانه مفيش اب بشفقته يقصد القضاء على ابنه. واضح؟ وعلشان كده لا يقتل. لكن الولد يقتل بقتل ابيه، افرض الابن هو اللي قتل ابوه يقتل. فهمت؟ فالاصل لا يكون سببا في وجود الفرع ثم يكر الفرع الاصل بالبطلان. فهمت القواعد الفقهيه اللي تبقى في ذهن الواحد؟ فالفرع لا يكر على الاصل بالبطلان. فلا قصاص على والد بقتل ولده إن سفل الولد،
قال ابن كج ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. والرابع الا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق، لازم كمان يبقى المقتول كامل زي ايه؟ زي القاتل. فده حر قتل حرا، خلاص. انما حر قتل عبدا، في نوع نقص، يبقى بالحاله دي يدفع الديه وما ما يقتلش الديه في نقص. او مسلم قتل كافرا يبقى يدفع الديه وما ما يقتلش. الا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رك، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان او ذميا او معاهدا، ولا يقتل حر برقيق. ولو كان المقتول انقص من القاتل بكبر او صغر او طول او قصر مثلا فلا عبره بذلك، لكن مش فيش عبره بالسن ولا بالطول ولا بالحجم. فهمت ازاي؟ يعني لو حر راجل كبير وحر وقتل صبي صغير يقتل بهذا الصبي. ما نقولش لا ده كبير ولا عليه سؤال، لا ما يقتل. او قتل امراه صغيره برضه يقتل بيها، لان النفس بالنفس. فهنشوف هنا كلام الشيخ في الايه؟ في الجزء كلام الشيخ البيجوري نفسه. ثم شرع المصنف دخول على قول المصنف وشرط وجوب القصاص. وقوله في ذكر من يجب عليه القصاص اي وهو من اجتمع في شروط الأدية، وقوله المأخوذ من القصاص الاثر اي تتبعه، قال القص الاثر اي تتبعه، وقيل مأخوذ من القص وهو القطع ومنه المقص المعروف، لأن المبني عليه علة للأخذ من الاقتصاص الذي هو بمعنى التتبع. ولو عبر بالمستحق بدل المبني عليه لكان أشمل، لأنه يشمل الوارث في صورة القتل فيأخذ مثلها أي فيستوفي مثلها من قتل أو قطع أو جرح أو إزالة معنى، يعني حسن من الحواس هذه إزالة معنى. فقال يعني تعدى عليه فصار أعمى، أو ده أثر حسن من الحوادث. فقال عطف على قوله شرعا، وشرائط وجوب القصاص في كلام المصنف تفنن، لأنه عبر فيما تقدم بالقول وعبر هنا بالقصاص، يعني عشان يبين لك أن القصص والقصار والقول مترادفان. وقوله في القتل أخذه من السياق، لأن كلام المصنف في القتل ومثله القطع وإزالة المعنى. وقول أربعة بل خمسة، يعني هو قال لنا أربع شهور، الشيخ البيجوري ضف خامس كمان، قال لنا خمسة. وهو عصمة القتيل بإيمان أو أمان، وهو كان قايلها قبل كده في الشرح السابق. فيهدر الحرب في حق كل أحد، والمرتد في حق المعصوم بخلافه في حق المرتد مثله، والزاني المحصن إذا قتله مسلم معصوم، ومن عليه قول لقاتله لعدم عصمته. وفي بعض النسخ فصل، مكتوب فصل هنا يعني بعض النسخ الحته دي يعني. اي هكذا في بعض النسخ من غير لفظ فصل، وفي بعض النسخ لفظ فصل، فالترجمه به في بعض النسخ، لكن الشارح والشيخ الخطيب شرح كل منهما على النسخ التي ليس فيها لفظ فصل، ونبه شارحنا على بعض النسخ التي فيها لفظ فصل. وشرائط وجوب القصاص اربع، اي من غير تاء التأمين، بخلاف النسخه الاولى فإن فيها تاء التأمين. يعني في نسخة الأربعة، في نسخة الأربعة. وقول الأول للشرط الأول أن يكون بالغا، بالغ بإيه؟ بالاحتلام أو بالسن أو بالحيض. بالاحتلام أو بالحيض يعني في المرض. طب افرض لحاضر ولا احتلم، يبقى بالسن 15 سنة، فما زاد خلاص يبقى بالغ. فلا قصاص على صبي، أي بالمعنى الشامل للصبية، وهذا تفريع على مفهوم الشرط، لأن مفهومه أن غير البالغ لا قصاص عليه لرفع القلم عنه كالمجنون الآتي. وعلم أن الاقتصار على نفي القصاص عنهما وجوب الدية في مالهما كسائر مكلفاتهما مضمونة في مالهما، وإنما ضمننا مكلفاتهما لأن ضمناها من قبيل خطاب الوضع مش خطاب التكليف. خطاب التكليف بيشترك فيه ايه؟ بيشترك فيه البلوغ والعقل، مش كده؟ لكن الوضع ده يشترك فيه بس ان يكون شرطا مانعا، واخد بالك ازاي؟ او شيء من هذا. من قبيل خطاب الوضع، واما الحربي
فلا قصاص عليه ولا دية إذا قتل غيره حال حرابته لعدم التزامه لأحكام حال الجناية، وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة أو أمان لما توفر بفعله وفعل الصحابة بعده من عدم انتصار. يعني لو واحد كافر بيحارب المسلمين قتل من المسلمين وبعدين أسلم، ما اقتصش منه بمن قتله من المسلمين، لأن إسلامه يهدم مكان قبله، ولأنه هو ساعة ما كان بيقتلهم كان حربيا، والحربي لا يقتص منه، واخد بالك؟ لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه بعده من عدم القصاص وغير ممن اسلم كوحشي قاتل حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم، غايه الامر انه صلى الله عليه وسلم قال له ان استطعت ان تغيب عنا وجهك فافعل، لانه صلى الله عليه وسلم حزن على حمزه حزنا شديدا وقد استشهد في احد رضي الله عنه. ولو قال انا الان صبي صدق، افرض ان الصبي هو بيقول انا صبي انا مش باقي، القاضي يصدق ويسقط القصاص وياخد الدية من ماله. فهمت ازاي؟ صدق ان امكن، ولا يحلف في هذه الصورة، لان تحليفه ليه ما نحلفوش؟ لان تحليفه يثبت صباه وسقوط صباه يبطل تحليفه، لو صلي ايمانه مش معتبر. فهمت ازاي؟ ولو حلف هيثبت صباه، فحلفانه يكر على الثبوت بالبطلان، فما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ لان تحليفه يثبت صباه وثبوت صباه يبطل تحليفه، ففي تحليفه يبطل تحليفه. واما لو قال وهو بالغ كنت وقت القتل صبيا وكذبه ولي المقتول فيصدق القاتل بيمينه. لو هو كان القتل ده تم وبعدين عند القضيه عندما كان يحقق معاك انا بالغا، فقال ده انا كنت وقت القتل لا كنت صبي، في الحاله دي هو اهل باليمين فيحلف ساعتها انه كان صبيا وقت القتل، لانه لما توجه اليه اليمين توجه اليه وهو ايه؟ بالغ، اذا يمينه معتدل. فيصدق القاتل بيمينه ان امكن صباه وقت القتل، لان الاصل بقاؤه بخلاف ما اذا لم يمكن صداع وقت القتل فلا يصدق بيمينه بل يصدق ولي المقتول. ويجري نظير هذا في المجنون الآتي، فإذا قال وهو عاقل كنت وقت القتل مجنونا وكذبه ولي المقتول، انت ساعات في بعض القضايا يجيب لك جواب يثبت ان هو كان مختل القوة العقلية عشان يهرب من الشر، او يثبت انه كان محبوس في ايه؟ في مستشفى امراض نفسية في وقت الجريمة عشان يبين انه عمل الجريمة وهو مختل القوة العقلية. كل الحاجات دي بتشوفها انت في افلام بقى حسين رياض وحسن الامام وبتاع كلام بتاع زمان ده، واخد بالك؟ علشان ايه؟ يطلع البطل بريء او ايه؟ يسلي الجمهور لحد ما ضيعوا وقتهم فيما لا طائل، واخد بالك؟ كالعادة يعني. لكن ايه في القضايا دي معمول بيها، لان دي اصلا روح الشرع الشريف موجودة في القانون الوضعي، هي متاخدة من روح الشرع الشريف. فهمت بقى المسألة؟ فإذا قال وهو عاقل كنت وقت القتل مجنونا وكذبه ولي المقتول صدق القاتل بيمينه إن عهد جنونه قبله، لأن الأصل بقاؤه بخلاف ما إذا لم يعهد له جنون أصلا فلا يصدق بل يصدق ولي المقتول. يبقى أول حاجة إنه إيه من الشروط الأربعة ألا يكون القاتل أن يكون ألا يكون صبيا، يبقى الشرط ألا أن يكون بالغا، واخد بالك؟ الشرط الثاني أن يكون القاتل عاقلا أي حال جنايته، لازم يكون عاقل حال جنايته. وإن قلنا بعدها قتل وهو عاقل لما شاف الدم اتجنن يقام عليه الحد ويقتل وهو مجنون يقتل، ليه؟ لأنه لما عمل الجريمة كان عاقل. فهمت بقى ازاي؟ أي حال جنايته وإن قلنا بعدها فيقتص منه حال جنونه، لأن العبرة بكونه عاقلا حال الجناية كما علمت لا حال الاقتصاص، وإن أوهمت عبارة الشيخ خلاف ذلك، فيمتنع الاقتصاص من مجنون أي لرفع القلم عنه كما مرت الإشارة إليه، وهذا تفريع على مفهوم الشرط، لأن مفهومه
أن غير العاقل لا يجب عليه القصاص إلا أن إلا إن تقطع جنونه. تقطع جنونه يعني إيه؟ عارف أنت الأغنية بتاعت عندي شعرة ساعتها وساعتين في الفيلم بتاع إسماعيل ياسين؟ هو ده تقطع جنونه. واخد بالك؟ فوقت الجنون بتاعه عمل الجريمة. وبعدين فات. لا يقام عليه قصاص، ليه؟ لأنه حال وفعل الجريمة كان مجنونا. لو العكس في لحظة عقله عمل الجريمة. جاب تحقيق وقت جنونه. وثبت ان هو فعلها حال العقل يقام عليه الحد ولو كان مجنونا. فهمت بقى المسألة؟ إلا إن تقطع جنونه استثناء من مجنون. فالباقي بعد الاستثناء. ما إذا أطبق جنون، يبقى عندنا أطبق جنون يعني مجنون على طول، ده ما بيفوقش خالص من الجنون. والتاني متقطع الجنون، يعني أحيانا يبقى عاقل جدا وأحيانا يبقى. وكمان الناس اللي بيجيلهم أطوار جنون دي بيبقوا أذكياء جدا. لعلمك يعني. من شدة ذكائهم هو ده مخهم بيفلت منهم. واخد بالك؟ عشان كده الجنون مش معناه غباء، ده معناه فوق الذكاء. تبقوا مبدعين. تلاقي ناس كتير من اللي مخه فالت منه ده تلاقيه مبدع جدا، يعني ايه يجيب لك افكار ما تجيش في بال حد. عشان كده بيقول لك واحد ايه عجله العربيه بتاعته نام قدام سرايا المدنيين. ففك العجل وحط البتاع المصامير وبيركب الاستيب. فمرت عربيه مسرعه راحت ضيعت طياره العجل المصامير بتاع العجل. وقف حيران. واحد مجنون قاعد يبص للشباك. قال له حيران ليه؟ فك من كل عجله مسمار واحد، هيبقى معاك ثلاث مصامير وثبت العجله دي وامشي. قال له يا ايه الذكاء ده؟ قال له ما انا هنا مجنون بس مش حمار. فالمجنون حاجه وايه والغباوه حاجه ثانيه. يعني هو بيبقى مجنون لكن ايه نبيه جدا وتاخد منه افكار حلوه. فهمت بقى؟ فيقتص منه زمن افاقاته، اي اذا جنى زمن افاقاته، بخلاف ما اذا جنى زمن جنون. فقول زمن افاقاته ظرف المحدود، والتقدير اذا جنى زمن افاقاته كما علم. وان كان ظاهر كلام الشارح انه ظرف لقوله يقتص. ولذلك قال المنحشي تبع للقليوبي: واعلم ان الشارع توهم ان كلام المصنف في حاله الاقتصاص من المجنون فذكر ما قاله. ليس كذلك، اللهم الا ان يحمل ما قاله الشارع على ما ذكره العلامه الخطيب من ان جنونه لو كان متقطعا في جنهاته حال افاقته مضمونه بخلافها وقت جنونه. وقد اولناها لكن بما يفيد ذلك. والحاصل ان من تقطع جنونه لا حكم العاقل حال افاقته، وحكم المجنون حال جنونه. والعبرة في ذلك بوقت الجناية لا وقت القصاص الاقتصاص. حتى لو جنى حال إفاقته ثم جنى اقتص منه حال جنونه وعكسه بعكسه. فهمت بقى الكلام؟ لأن عبارة الشرع مهمة فهو عايز يشرحها لك. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. شرب له خمرة ولا حشيش ولا بانجو وراح يعمل إيه جريمة. فهمت ازاي؟ او ده برضه مسؤول بالرغم انه زال عقله لانه ده فعل متعدي فعل. لان لو ما عملناش كده يبقى كل واحد عايز يهرب من الايه من الجريمه يسكر ويروح يعملها ويقول لك انا كنت ما عنديش عقل. ما ينفعش. فهمت بقى؟ ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه، اي لانه يعامل معامله المكلف تغليظا عليه وان كان غير مكلف على التحقيق. ولئلا يتخذه الناس ذريعة يعني حجة يعني إلى ترك القصاص، لأن من رمى قتل شخص يتعاطى مسكرا حتى لا يقتص منه. وألحق بمن تعدى بسكره، من تعدى بتعاطي دواء يزيل العقل زي إيه الأدوية المخدرات كلها اللي أنت عارفها بقى. يقول لك مبرشم، الواد مبرشم وعمل الجريمة. طب إيه اللي برشمه؟ ماليش دعوة، هيقام عليه برضه حد. فهمت؟ وهذا كالمستثنى من شرط العقل. فخرج من لم يتعدى بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه، أي لعذره فهو كالمعتوه. وهنقف عند هذا الحد النهارده. يعني لو واحد شاف قدامه إزازة فيها مية فاكرها مية، هو عشان شربها طلع فيها خمر فسكر فقام قتل وهو سكران، ده غير متعدي بسكره، يبقى لا يقتص منه لكن هيدفع الدين. فهم؟ يبقى مسؤول. يعني المجنون الآتي، المجنون الآتي فين مساحة؟
وقوله أو الأول الشرط الأول قضاء أن يكون بالغا أي بالاحتلام بعدها سطرين بالاحتلام أو بالسن أو بالحيض قوله في الاقتصاص على صبي أي بالمعنى الشامل للصبية وهذا تفريع على مفهوم الشرط لأن مفهومه أن غير البالغ الاقتصاص عليه رفع القلم عنه كالمجنون الآتي الآتي ذكره يعني هيتكلم على المجنون جاي يعني هو هيتكلم في المجنون الجاي والله تعالى أعلى وأعلم احنا فاضل لنا يا جماعه قبل الاجازه الثانويه الاثنين القادم والاثنين اللي بعده بعد كده ناخد الاجازه الثانويه ونتقابل بعد نص شوال وعليكم يبقى هنتقابل الاثنين القادم ثم الاثنين اللي بيليه وبعدين الحمد لله ناخد الاجازه ونستريح ونتكتر راحه لا تكون الا بالقدر في الحقيقه راحه المؤمن لما يكون ايه اما يموت يقول له انا لك ان تستريح لما تقول ما انت عايش مش راح خلق الانسان في كده دي الحقيقه لما تقول للناس كده يقول لك يا اخي انت ليه مش شايف كده دي الحقيقه والله مخلوق بكده ربنا يهدينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه